أهلا بكم في قناة هشام كيمي. اليوم آتي إليكم بأخبار عن الهدية التي تلقاها جوك بيرك من وزجي، وشارك هذه الهدية في صورة له. إذا أعجبك الفيديو الخاص بي فلا تنسى الاشتراك في قناتي وأيضا الإعجاب بالفيديو الخاص بي ومشاركته، أنا أستمتع بالرؤية. بدأ جوك بيرك ديميرجي مسيرته التمثيلية مع المسلسل التلفزيوني الذي صدر عام 2012، وتألق بشخصية أمير الذي أحياها في المسلسل التلفزيوني يمين. قضى طفولة عديد من المقاطعات، لكن أحب كل مدينة على حدة، وبطريقة ما وجد نفسه جوك بيرك ديميرجي الذي اكتسب قاعدة جماهيرية ضخمة من خلال الأداء الذي قابله عن طريق الصدفة. كان ضيفا ياسمين دونجل على قناة صباح على يوتيوب. تم طرح أسئلة على جوك بيرك ديميرجي: متى التقى جوك بيرك ديميرجي وأوزغياغيس؟ كيف أصبح عشاق؟ ومتى سيتزوجا؟ هل سيصل الموسم الرابع من مسلسل يمين؟ إليكم التصريحات الرائعة لجوك بيرك ديميرجي. كيف حالك؟ أنا بخير، أنا أستريح، لقد خرجنا من موسم مزدحم للغاية، نحاول الاستمتاع بها في ظل ظروف فترة الوباء، نحن حريصون قدر الإمكان. هل انتهى المسلسل؟ نعم انتهى، الآن دعنا نرتاح قليلا. أريد أن أبدأ بطفولتك يا جوك بيرك، ما نوع الحياة التي عشتها؟ أجاب جوك بيرك: كنت دائما طفلا هادئا، هناك دمى حلية من هذا القبيل تبقى حيث وضعتها، الهدوء والسكينة بسبب عمل والدي في الشواطئ. طفولتي متشابكة مع الطبيعة والحيوانات، كنت لطيفا منذ أن كان والدي بحارا. لقد تغيرت أليس كذلك؟ نعم لقد تغيرنا سنوات عديدة، شخص بالكاد يستطيع التكيف، لكن يمكنني القول إنني حل المشكلات، التكيف بشكل أسرع مع كل مكان أدخله والشعور بجزء منه. أولئك الذين يواجهون هذا الموقف قد يواجهون بعض المشاكل في تكوين صداقات أينما ذهبوا، كل شخص لديه مجموعة من الأصدقاء وسوف يضم لاحقا. نعم يصبح الأمر محزنا بعض الشيء، إنه لا أمر محزن أن أقول، لكن الناس مترددون قليلا إذا جاز التعبير، فإن علاج الرجل الجديد يشبه كل مكان، لكني لم أواجه مشكلة في ذلك، علاقاتي الثنائية كانت جيدة حق منذ طفولتي، أنا أحب الطبيعة والحيوانات. هل هناك مكان قلت فيه أتمنى لو عشت هناك؟ ما كنا لنأتي من هناك؟ من الواضح أنه لم يكن كذلك، كل مكان جميل جدا، كل جزء من تركيا هو حقا الجمال، كان كل مكان انتقل إليه وعشنا فيه جميلا جدا حتى اليوم. حتى لو لم يكن هناك منظر للبحر لا أعتقد أنني من محب البحر، لكنني من محب الطبيعة والحيوانات، لهذا السبب شعرت بالارتياح في كل مكان ذهبت إليه، ولم أعزل نفسي في كل مدينة عشت فيها أو في أجزاء مختلفة من تلك المدينة، أنا هناك دفء كما لو كنت قد رأيته من قبل. اشترت أوزغي قميصا لجوك بيرك ديميرجي، كان جوك بيرك يحب كثيرا مافي، واشترت له أوزغي قميصا أزرق وشاركها في صورة له. شكرا جزيلا لمشاهدة الفيديو، نراكم في الفيديو التالي، مع السلامة.